بس انا كنت بحكي لك على قصه الكابتن ايهاب جلال، وكان معايا الحقيقه في حلقه هنا في ملعب الشاطر، وكان كنا بنتكلم عن مين ابرز الناس اللي انت عايز تجيبه، وقال لي احمد الشيخ. قلت له بس احمد الشيخ الاهلي مش، قال لي الاهلي لو هيسيب، لو حد لهم ثلاث اربع لعيبه ما عنديش مشكله، بس اجيب احمد الشيخ كابتن ايهاب جلال. فيعني واضح جدا ان هو متمسك بيك وواثق من امكانياتك. بالظبط كابتن ايهاب، يعني على المستوى الشخصي يعني انا تقريبا يعني لو قعدت اتكلم عليه ايام مش هقدر ادي له حقه بجد، والله مش كلام يعني، ولا هو عشان مدربي، لا بجد يعني شخصيه محترمه جدا، شخصيه اي حد يتعامل معاه يحبها، شخصيه محترفه جدا في شغلها، بيعامل الناس كلها بكل احترام وكل تقدير، الناس كلها بتحبه، اللعيبه كلها بتحبه، اللي ما بيلعبش بيحبه اكتر من اللي بيلعبه. فطبعا الثقه اللي مدهاني دي يعني دي مخليان انا شخصيا نفسيا مرتاح جدا، بحاول اطلع كل اللي عندي داخل الملعب عشان نفسي وعشانه برضه يعني. فبجد يعني شخصيه محترمه جدا، وانا على الهوا كده انا يعني هو ابويا الروحي فعلا يعني. الناس اسمك ممكن احمد ايهاب جلال. عشان ابويا الحقيقي ما لا يزعلش. طبعا، لا طبعا، ربنا يخليه لك يا بس رب. طبعا يا طبعا. كابتن ايهاب من الشخصيات بحبها جدا، وربنا يوفقه يا رب. هو لسه واخد جائزه افضل مدير فني استحق الموسم ده، ففعلا يعني. انا يستحقها. قلت ان هو كابتن ايهاب جلال وكابتن حسام البدري افضل اثنين مدربين، لان هم فارقين مع فرقهم بالظبط الحقيقه مقاصه.